طيب معانا على الهاتف الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن خالد الف مبروك، بس مش عارف نبارك لك على ايه ولا ايه؟ مساء الخير يا كابتن ايمن، مبروك علينا كلنا النهارده ال 12 ودورهم يلا بينا على ال 13. دي احسن حاجه، انت عارف الكوره دي، كره القدم دي عندنا بفرحنا جدا 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 يعني. صحيح بجد مبروك علينا، وحاجه جميله، والناس كلها فرحانه في الشوارع. انا مش عايز اقول لك انا بقيت في الشوارع بعد الماتش. صحيح الناس فرحانه يا كابتن ايمن، بجد فرحه جميله جميله جميله. الف مبروك علينا ونحمد ربنا على نعمه الاهلي الحمد لله يا رب. الف طبعا عايز ابارك لك برضو على فريق كره اليد والبطوله الدوري المحترفين لكره اليد بالفوز على نادي الزمالك في النهائي. والله الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا كبيره، ربنا كرمنا جدا، عندنا اجهزه محترمه ولاعيبه محترمه. الولاد امبارح عملوا ماتش بصراحه حاجه هايله جدا. الشوط الثاني عملوا المنتدى قويه جدا، كنا خاسرين الشوط الاولاني فرق واحد بس، بجد كنت عندي ثقه فيهم جدا ان هم يقدروا يعوضوا ويخلصوا الماتش باذن الله. لكن فعلا يا كابتن ايمن الحمد لله عملوا جيم كويس جدا جدا جدا، وهو ده النادي الاهلي، وهي دي النادي الاهلي في كل الالعاب بصراحه. اللعيبه بتبذل اقصى جهدها والاجهزه الفنيه عندي، الحمد لله ان هم قادرين يحطوا النادي الاهلي في المطاف السنه دي. يعني الحمد لله كملوا بطولات محدش ولا صحيح كبير الحمد لله رب العالمين. يعني بنتكلم النهارده يمكن النهارده عن كره القدم، لما العاب الصالات الحمد لله رب العالمين عندنا تميز فيها السنه دي. الحمد لله والله، يا رب تكمل على خير باذن الله. عندنا بطوله افريقيا لسه في الباسكت، مظبوط، ولسه دوري سوبر بنات واولاد في الباسكت، فان شاء الله ربنا تكمل على خير في اخر ثلاث بطولات دول في السيزون. وعندنا كاس مصر في كوتر بولو، وصلنا اربع بطولات في السيزون، ان شاء الله تبقى على خير في الالعاب الجماعيه والالعاب الطلاب باذن الله. كل التوفيق يا كابتن خالد، ودايما وشك حلو. شكرا يا كابتن ايمن، والف الف مبروك، وببارك لكل الكباتن الموجودين في الاستوديو. كابتن عادل، حد عايز يكلم الكابتن خالد؟ كابتن عادل مصيطك على طول معانا. قبل الكابتن عادل، قبل الكابتن عادل يا كابتن خالد، ازيك يا كابتن خالد؟ اسامه عرابي معاك يا كابتن اسامه، ازاي صحتك؟ ازيك يا كابتن، الف الف مبروك يا كابتن اسامه. الله يخليك، الله يبارك فيك، ومبروك على كل البطولات والانجازات اللي انت عاملها في كره الصالات، وبالتوفيق دايما، ومبروك امبارح ومزيد من الانتصارات ان شاء الله. حبيبي يا كابتن وسام، مبروك علينا كلنا يا رب. النادي الاهلي كلها تربينا فيه وكلنا بنخدمه، والحمد لله هو اللي فرحنا دايما الحمد لله يا رب. يا رب ان شاء الله، ودايما مفرحنا. شكرا يا كابتن ايمن. شكرا كابتن خالد. شكرا كابتن خالد.